لينكس والحاجات الشيك قوي في الديفلوبمنت اوف ذا لينكس اللي هي الكونجنتال انومالز بتاعتها. طبعا هنا اي واحد مننا عم امجد ازيك سلم امجد بيخاف مني ده الليمب بتاع عم مين ده بقى بيتكون من ايه؟ هنعمل زي العيال الصغيرين زي في كتاب الشيخ سيد بيتكون من ايه عم 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 الليمب بتاع امجد ده؟ سيبك من هاند وارم وفور ارم تيشو كتيشو هنا ده بره ايه؟ ده معمول من مين؟ اكتو ولا اند ولا مين؟ طب تحت السكن هيبقى فيه ايه؟ عظم والعظم سراوندد باي ماسلز خلاص؟ يعني حتى في القران جايه خلقنا عظاما ثم كسونا العظام ايه؟ لحم يعني العظم يعني شوف سبحان الله شوف الامبريولوجي منين من امتى؟ عظاما ثم كسونا العظام لحما، اللحم عندنا الماسلز صح الكلام؟ والعظم عظم فهنا هيبقى عظم متغطي بماسلز متغطي بشويه كونكتيف تيشو متغطي بايه؟ بسكين حلو الكلام؟ يبقى هنا الليمفس عندك هتبقى متكونه من تو ايه؟ بارز اوتر اكتوديرمال كفرنج وجوه في النص ميزوديرمال كور ميزوديرمال ايه؟ صح الكلام؟ احنا من الديريفاتيفز شكرا يا عم من الديريفاتيفز بتاعه الدريفاتيفز بتاعت الميزوديرم كان في عندك البونز وكان في عندك الماسلز وكان في عندك البونز وكان في عندك الكونكتيف تيشو والكارديوفاسكولرز والليمفاتيك والكلام ده كله صح الكلام؟ بصوا يا جماعه باختصار كده شديد وفي منتهى البساطه سكين من بره ميزوديرم من جوه الميزوديرم امبارح كان كوندنسد ان هو يعمل لنا البونز صح الكلام؟ يعني البونز بتاعت امبارح اللي احنا قلنا عليه ولا كنت انا امتى؟ المهم في المحاضرة السابقة كوندنسيشن من الميزوديرمال سيلز تعمل لك كارتيليجينس موديل والكارتيليجينس موديل يطلع فيها سنتر اوف اوسيفيكيشنز والسنتر اوف اوسيفيكيشن تعمل ايه؟ اوسيفيكيشنز بعد كده الميزوديرم ممكن يبقى ديفرنشيتد الى ماسل او الماسلز ممكن تيجي تاني منين؟ من المايتومز الله ينور عليك يا عم احمد من مين؟ من المايتوم ونرجع كده يعني مسافه صغيره قوي مش هنرجع كتير الرسمه اللي انا اللي انتوا اتحرمتوا منها فتره الاجازه كان ناقص اجيبكم في الاجازه كمان في الاحلام هنا هيبقى من بره الاكتوديرم ومن جوه هنا الاندوديرم طبعا انا صوتي رايح من امبارح علشان كان اربع ساعات شغل ورا بعض اربع ورا بعض المحاضره وسكشن ساعتين وبعدين المحاضره فصوتي رايح من امبارح مش راضي يرجع عشان واخد على الدلع والميه سنه محاضرتين بكتير في اليوم يعني كتير محاضرتين السن اللي حكم يا اولاد الاكتو وده هيبقى عباره عن الاندو وده هيبقى عباره عن مين الميزودير انترا امبريونيك ميزوديرم في النص كان في حاجه هنا اسمها نيورال تيوب وكان في حاجه هنا اسمها الايه موتوكور بعد كده كان في عندي الانترا امبريونيك ميزوديرم كان عباره عن حاجه اسمها اللهم صل على سيدنا محمد بارا اكسيال ميزوديرم بعد كده الانترميديت سيل ماس وبعد كده هيبقى في عندك اللاترال بليد صح الكلام هنا البارا اكسيال ميزوديرم ده اتقسم الى سومايتس والسومايتس بتاعتك اتقسمت الى حاجه اسمها فينتروميديال بارت ودورسولاترال بارت. الفينتروميديال بارت بتاعنا ده لو فاكرين سميناه سكليروتومز. والدورسوميديال بارت سميناه ايه؟ ديرمو مايوتومز. اللي هيديك الديرمس مش الايبي هيديك الايبي عفوا هيديك الايه؟ ايبي ديرمس لان الديرمس ده هيطلع من الاكتوديرم. ديرمو مايوتومز بعد كده الانترميديا سيل ماس زي ما احنا عارفين طلعت النيوروجينتال سيستم اللاترال سيل بليد بتاعك ده طلع فيه كافيتي لو حد جدع الكافيتي ده كان اسمه ايه؟ انترا امبريونيك سيلم تمام لسه فاكرين يبقى انا ايه دكتور شاطر اللاترال بليد هيتقسم الى تو لايرز لير بره ولير جوه لير ناحيه السكن
هتسميها سوماتيك لاير. هتسميها ايه يا رجاله؟ سوماتيك لاير. ولاير ناحيه الاندوديرم هنسميها سبلانكينيك لاير. لان الاندوديرم ده لو انت فاكر كده اهو هيعمل لك الباوندريز بتاعه اليوك ساك، واليوك ساك هيديك الجي اي تي، يبقى السبلانكينيك لاير بتاعتك هتديك السموث ماسلز بتاعه الجي اي تي. منطقي ولا ما منطقي؟ صح. ده كده هيديك السكين او الايه الديرمز، الابيديرمز اوف ذا سكين. يبقى هنا السوماتيك لاير دي من اللاترال بليت هتديك الماسلز اوف ذا ليمبس، هتديك الماسلز اوف ذا ايه اوف ذا ليمبس. انما الماسلز اوف ذا ترانك كانت هتطلع من هنا اهو، لانك انت هنا نير تو ذا ميدل لاين. فمنطقي اللي نير تو ذا ميدل لاين اللي هي من السكليتون تديك الماسلز اوف ذا ترانك، واللي بعيد عن الميدل لاين هتديك الماسلز اوف ذا ايه اوف ذا ليمبس. يبقى نمره واحد الليمبس، الديفلوبمنت اوف ذا ليمبس لغايه الاسبوع الرابع الفيتس بتاعنا ما عندوش ليمبس خالص. By the end of the fourth week أو beginning of the fifth week هيطلع الليمب بادز. الليمب بتطلع على هيئة حاجة اسمها ايه؟ ليمب بادز. يعني ايه ليمب بادز يا دكتور؟ خلاص البتاعة دي فاهمينها؟ الامبريو بتاعنا هل دودة؟ هل دودة؟ لا ده مش دودة، ده انت بتبقى اوحش من دودة. ده اي واحد عامل نفسه ولا عن جيل ومتكبر على الناس بيبقى زبالة كده في الكاميرا. عند الفيفث ويك يا شباب at the fifth week of intrauterine life او يعني بصوا هي نهاية الرابع وبداية الخامس، فلو كتبنا الخامس او the end of the fourth مش هتفرق معنا خالص. المهم ان الشهر الاولاني مفيش لمس. بعد كده يظهر من الventrolateral aspect of the fetus limb buds اتنين فوق واتنين تحت، واحد يمين كده اهو، خلاص كده اهو عامله زي ايه الزعانف بتاعت السمك بالظبط. limb buds اللمب buds بتاعتك بتاعت الابر limb بتطلع في اليوم ال 28، بتاعت اللور limb بتطلع يوم او يومين متاخر بعدها، يعني يا بتطلع في 8 او في 29 يا اما في اليوم الكام؟ ال 30. هنا كل الليمب باد بتاعتك متكون من ايه؟ انتوا قولوا بقى الليمب باد بتاعك ده متكون من ايه؟ اوتر اكتوديرمال كفر وانر ميزوديرمال ايه؟ كوكس. صح؟ مش لسه احنا واخدين امجد كده؟ يبقى هيبقى عندك اكتو من بره وميزو منين؟ من جوه. طب والله العظيم لو واحد بيعرف يعني يشغل البتاع في حاجه جوه كده اسمها برين، ها البرين ده ساعات بيشتغل، ساعات احيانا احيانا بيشتغل في اوقات الفراغ بس بيشتغل. لو حد شاف الاناتومي وشايف الاناتومي بتاعت الليمبس ابر ليمب او لور ليمب، وبعدين انا من البيجيننج كده قلت له ان هو اوتر اكتوديرمال وانر ميزوديرمال كورس، والله ممكن يكتب الديفلوبمنت اوف ذا ليمبس لوحده من غير ما يقرا، بس هي فيها حته تكه صغيره اللي هي الانيشيشن اوف ذا ديفرنشيشن اوف ذا ليمب بادز. كلمه يعني انا قلت جمله جامده شويه، انيشيشن اوف ذا ديفرنشيشن اوف ذا ليمب بادز، خلاص عشان هي فيها شين كتير فايه فتلخبط شويه.
هنا بقى يا شباب الاكتوديرم اللي بره ده يحصل فيه في الابكس اوف ذيس ليمب بارت يحصل هايبر اكتيفيتي في حته صغيره كده اهو از ابكس اوف ذا ليمب بارت الابكس هنا يحصل هايبر اكتيفيتي للاكتوديرمال سيلز ويحصل ثيكنينج وتقوم عامله لك حاجه اسمها هو ده بقى الراجل الماستر بتاعنا النهارده ابيكا اكتوديرمال ريتش ابيكا اكتوديرمال ريتش ده المعلم والريس اللي هيجي يخلص لنا الليله كلها ازاي يا اسطى يعني يخلص لنا الليله هذا الابيكال اكتوديرمال ريتش يعمل اندكشن او يعني حاجه اسمها اندكتيف انفلونس على الاندرلاينج ميزودير انه يحصل له هايبر اكتيفيتي او هايبر بروليفريشن. هل منكم يا رب يا شباب لو سمحتوا انا ممكن اعمل فيكم حركه تخليكم كلكم تبصوا لي ان المحاضرات اللي معاكم دي انا اجيب سلايدز غيرها خالص. انا عندي نسخه حنين ونسخه ثانيه غير النسخه اللي معاكم. خلاص ربنا يخليكم تكبروا تبقوا دكاتره قد الدنيا. بلاش شغل الكتاب، بلاش شغل مين اللي عايز يكتب نوتس انما اللي طابع الليكشر وفاتحها وهيقلب معايا يروح يقعد جنب الحاجة في البيت. خلاص واحد صاحبه يبعت له ايه. ما بحبش الحركه المتخلفه دي، انا بسميها حركه متخلفه. صح؟ هل انت لست بقادر انك انت تقرا المحاضره في البيت؟ قادر ام لست بقادر؟ صح. ايه اللي جايبك؟ بص انا جاي هنا وواقف هنا عشان افهمك اللي في الورق. افهم اللي في الورق وروح في البيت اقراه هتفهم. عايز تكتب نص صغيره كده اهلا وسهلا، انما تقعد تقلب الصفحه وتشوف الكلمه اللي انا بقولها اقسم بالله العظيم انا بقادر ان انا اخليك ما تعرف اسمك وانت قاعد في المحاضره او ما اخليكش تعرف المحاضره دي ايه اصلا. انا عملتها امبارح في طلبه سنه ثانيه. ليه؟ لان لاحظت في المحاضرتين الاولانيين ان العيال جايبين الورق وقاعدين برضه ولا بني ادم باصص لي. الكل باصص في كتاب في كتاب ابجد هوس حط القلم شكل الاستاذ بقى منسجم خلاص ولا بوجي وطمطم. المهم هم العيال جايين فرحانين بقى عاملين برنت للايه للليكشر فماسكين. وبعدين انا يعني ماشيين كده بالكلام وبعدين في كلمه كده ما قلتهاش فقام طالع خازوق من النص كده يقول لي يا عم الحاج انت مالك انت يعني عيب استنى شويه استنى. هو قرا كلمه كوينز في الاول خالص يعني جت كده في الاول وانا لسه ما وصلتش وهي بتوجعه بقى قوي وعماله تنغزه شمال واليمين. الدكتور ما قالش كوينز، الدكتور ما قالش كوينز، الدكتور ما قالش كوينز، يا دكتور توينز. قلت له 2 جنيه لا اقعد اسكت شويه. فاحنا كبار ماشي يا رجاله احنا ايه خلاص يا عم صلى على النبي انت خلاص يعني كلها زلطتين وتطلع بره وتعمل نفسك انترن بقى. معلش مش كده برضه؟ وهم السنه الجايه يجي يقولوا لي ايه؟ الدفعه الجديده عامله معاك ايه؟ وهم لسه بيبصوا في الورق. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. حد فاكر من حضرات السادة اللي جاي بسين هذا سندكتيف انول انفلونس؟ جلاد. جلاد ايش جلاد؟ خدناه فين؟ سنة تانية؟ خدناه فين؟ سليبري جلاند. وايه تاني كان خدناه؟ ايوه ميتانيفريك كاب. ده كان اهم حاجة في اليورجينتال سيستم يعني يا شباب اليوريتيريك بات والميتانيفريك كاب. قلنا لو ما لمسوش بعض ده هيبقى فيه كدني ولا غيره كده. ده كان اهم واحد برضه نفس الحركه هنا. هذا الابيكال اكتوديرمال ريتش هيعمل اندكتيف انفلونس على الاندرلاين ميزوديرم.
يخلي هذا الاندرلاينج ميزوديرم هايبرلي اكتيف وبروليفريتد ومستني الديفرنشيشن ومستني الايه الديفرنشيشن. هذا الابيكال اكتوديرمال ريتش لما يدخن كده هيخلي الميزوديرم بتاعنا اللي تحت ده يبقى هايبر اكتيف. وستيل احنا هنا اتاتشد فين؟ ده لمبابط كده اتاتش خلاص هيخليه هايبر اكتيف ومستني الايه الديفرنشيشن. السيلز دي هتبقى بعد كده في منتهى البساطه والسهوله اللي في الدنيا ديفرنشيتد انتو ماسلز اند بونز. ماسلز اند ايه بونز. تيجي بقى في الاسبوع الخامس في الاسبوع الخامس او السادس هذا الليمب بات هيحصل له فلاتنينج ويبقى كبير كده ويعمل لك يا اما في الابر ليمب يعمل لك الهاند يا اما في اللور ليمب يعمل لك الايه الفوت. خلاص بتسميها بقى الهاند بات او الفوت بات. ولسه هنا ستيل مين ايبيكال اكتوديرمال ريتش. ات ذا سيم تايم في الاسبوع الخامس برضو هذا الايبيكال اكتوديرمال ريتش هيبعت ريز تدخل ما بين الميزوديرم. هيبعت ايه ريز تدخل ما بين الميزوديرم. يعني يا دكتور جمال يعني دي هتنزل فيها حته كده دي هتنزل فيها حته كده دي هتنزل فيها حته كده واحد لعبة سهلة ولا خالص؟ لعبة سهلة دي صح؟ الريز اللي نازلة دي من الاكتوديرم هنسميها ديجيتال ريز. هنسميها ديجيتال ايه؟ ريز. الديجيتال ريز دي عملت لك ايه؟ فسرت لك منظر الديجيت صح؟ تسمعوا عن حاجة اسمها ابوبتوسيس؟ ايه هو الابوبتوسيس؟ بروجرام سيل ديس. طب ماذا يحدث لو حصل في ابوبتوسيس في هذا الديبي الديجيتال ريز وعملت كده فصل عن بعض صح الكلام؟ الصوابع هتتفتح ما بين ايه بعضها مش كده؟ يعني هي كانت الايد كده الكف كله كده الهاند بات كانت كده خلاص. وبعد كده ده ايبيكال اكتوديرمال ريتش قام منزل لك حاجه اسمها ديجيتال ريز قام مفسره لك منظر الصوابع خلاص. لما ينزل بقى هنا بروجرامد سيل ديسك او ابوبتوسيس في الديجيتال ريز هتفصل الديجيت عن بعضها. هل بيحصل كومبليت ابوبتوسيس ولا بارشال؟ بارشال طبعا لان لو حصل كومبليت يبقى الميزوديرم هيبقى على الميزوديرم مش كده؟ انما بارشال في الحته اللي في النص بس بتسميها الويب اوف ذا فينجرز. الويب اللي هو السبيس ما بين الفينجرز خلاص اسمه ويب سبيس. شايف الحته دي؟ اسمها ويب سبيس. الحته دي اسمها ويب سبيس. الحته دي اسمها ويب سبيس. الحته دي ويب سبيس. وحاجه في منتهى الجمال اللي في الدنيا في الجراحه في شغل الجراحه ويب سبيس انفكشن هتاخدوها في الهاند انفكشن في الجراحه من الحاجات الجميله جدا. خلاص يا شباب يحصل بقى الابوبتوزيس تقوم حاصله لك الايه الديجيت فورميشن. الديجيت كده بقى ايه فورمد. يا دكتور واحنا هنتقلنا ستيل كده لازقين؟ لا مش هنستيل لازقين. هنا هو في منتهى البساطه الهاند دي كده لما تكبر الليمب باد بتاعك ده او الابر ليمب باد او اللور ليمب باد لما يكبر شويه يحصل فيه كونستريكشن. مش انتوا خدتوا الكارديو باسكولار صح والتيوب قعدنا تك 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 تقسمها. طب انا لما عندي ليمب كده هو باد ويكبر وعايز اقسمه ثلاث حتت هعمل ايه؟ كونستريكشن في الاول اللي هو هيقسم لك الابر ليمب واللور ليمب الى بروكسيمال وديستال بس. الاول البروكسيمال ده اللي هو هيبقى الهاند والديستال ده قصدي الديستال ده هيبقى الهاند والبروكسيمال هنسميه ايه؟ البروكسيمال بارت وخلاص.
هيكبر شوية ويطول شوية، هيبقى فيه كونستريكشن، يقوم حاصل فيه كونستريكشن تاني، وبعد كده هو تقوم متقسمة إلى إيه؟ 4R و4R وهاند، والديجيت بتاعنا. حد فاهم حاجة؟ طب مين الحاج اللي جوه اللي احنا عملناله اندكتف انفلونس هنا؟ الميزوديرم بتاعك ده هيبدا يشتغل بقى في الاسبوع الثامن، خلاص، ويعمل لك اهو في الاسبوع السابع هيبدا يعمل الفورمه، وفي الاسبوع الثامن لغايه الاسبوع ال 12 هيخلص المهمه بتاعته. ايه الفورمه وايه المهمه يا دكتور جمال؟ المحاضره اللي فاتت قلنا ان انا عندي الاوسيفيكيشن بتاعتي هتبقى يا اما انترا ممبرينس يا اما انترا ايه؟ كارتليجنس، صح الكلام؟ هل هنا اللونج بونز بتاعتي دي هتبقى كارتليجنس ولا ممبرينس؟ حلو الكلام؟ يبقى انا هنا هيحصل لك موديل للريديوس وموديل للالنا من الكوندروسايتس، وهنا هيحصل فيه موديل لمين؟ للهيومز. كوندروسايتس. بعد كده هيحصل لك السنترز اوف اوستيفيكيشنز بتاعتك. برايمري سنتر للشف، وسكندري سنتر لمين؟ للابيفيس، ابر ولور ايه؟ ابيفيس. بعد الكوندريفيكيشن هيحصل لك مين؟ اوسيفيكيشن. حلو الكلام؟ في واحد مش عارف اسمك ايه انت؟ لا المراد فهد. فهد جه سالني وقال لي يا دكتور هل الاطفال، مش انت؟ الاطفال الصغيرين كل العظم بتاعهم بينزل كارتيليجنس ولا بينزل اوسيفايت؟ طبعا كلام فاضي ان هو يبقى كارتيليجنس. انا قلت له مش عارف يا فهد دلوقتي علشان ايه؟ ما اعرفش الدكتور قال له ايه؟ فات بيرس، ات بيرس البونز بتاعت التشيلدرن الدايافيسس بتاعه كومبليتلي اوسيفايت، الدايافيسس كومبليتلي اوسيفايت، الابر ابيفيسس واللور ابيفيسس هما اللي بيبقوا كارتيليجنس. انما البونز اوف ذا نيولي بورن او انفنت نيوكو كارتيليجنس لا، الدايافيسس ات بيرث بيبقى كومبليتلي اوسيفايت من سنتر اوف اوسيفيكيشن اللي هو اسمه ايه؟ برايمري. بعد كده الابر ابيفيسس واللور ابيفيسس بيبقوا ايه؟ كارتيليجنس، وبيحصل لهم بعد كده زي ما قلت لكم المره اللي فاتت بيحصل فيه اوسيفيكيشن، والاوسيفيكيشن بتاعتك هنا بتبقى كده اوسيفيكيشن تطلع لفوق واوسيفيكيشن لتحت لغايه ما بيبقى في حته هنا فوق بنسميها ايه يا رجاله؟ الابيفيزيال بليد. وهذا الابيفيزيال بليد اللي هو بلاي ان امبورتنت رول ان الجروس اوف ذا بون. وهذا الابيفيزيال بليد كل واحد عنده ايج معينه ان هو بيحصل فيها الايه؟ الاوسيفيكيشن بتاعته، صح الكلام؟ وفيري امبورتنت قلنا في الديترمينيشن اوف ذا ايش اوبزا. حتى دلوقتي بقى في الانتريتراين كمان يعني استخدموها في الانتريتراين يعملوا حاجة اسمها determination of the gestational age. حتى لو الست مش عارفة اللاست منستري والبيجلوك بتاعها امتى وهي حامل من امتى ممكن بيعملوا estimation of the gestational age من الاوسيفيكيشن اوف ذا بون او من السايد السايز بتاعت الابيفيزيال بليد. ماشي كلام يا شباب؟ طب يا دكتور ماشي، وصلنا ان احنا كده ابر لمب بتاعي كده واللور لمب نفس الحكايه، خلاص. في الاسبوع السابع بقى يكون حصل لك روتيشن، يحصل ايه؟ الابر لمب روتيت 90 درجه لاترال بحيث الفلكسورز تبقى قدام والاكستنسورز تبقى ورا والصم بيبقى لاترال. يعني هما كانوا كده خلاص اهو سايد باتس. الابر لم هيلف لبره كده عشان يبقى الفنترال اسبيكت بتاعي في الفلكسورز والصم بيبقى ايه؟ لاترال. اللور لمب هيلف ازاي؟ ميديال، خلاص. العكس لما يلف ميديال كده هتبقى الاكستنسورز قدام
والفليكسورز ورا والبيك تو هيبقى ايه ميديال. يعني علشان الفرق في الموفمنت بتاعت الجوينت اللي بنشتغل عليها، احنا فوق بنشتغل على الالبو والريست ومن تحت بنشتغل على الني والايه والانكل. وهنا في الفوت مفيش حاجه اسمها فليكشن واكستنشن، ولكن الاثنين فليكشن، الاثنين ايه فليكشن. في الفوت الموفمنت بتاعت اثنين فليكشن، بس لما برفع لفوق بسميها دورسي فليكشن، ولما بنزل لتحت بسميها ايه بلانتر فليكشن. مفيش حاجه اسمها فليكشن واكستنشن في الانكل جوينت. الموفمنت اوف ذا انكل جوينت كده بلانتر فليكشن، كده دورسي فليكشن، كده انفيرجن، كده ديفيرجن. ماشي الكلام يا شباب؟ يبقى هنا هيحصل فيه روتيشن للينكس بتاعتي. الروتيشن هتبقى عكسيه، الابر ليمب هيلف لاترال واللور ليمب هيلف ميديال. هنا قلنا هو از فيكس ماس، ذا فور ليمب باز ديفلوب فروم ذا فنترولاترال وول اوف ذا بودي، ذا ابر ليمب ات 28 day and the lower limb 2 or 1 days after. The butt is formed of outer ectodermal covering. The skin يعمل لك ridge اسمه apical ectodermal ridge, which exert an inductive influence on the mesoderm of the limb to grow. هنا mesodermal core هيبقى درايفد من اللاترال، من السوماتيك لاير او ذا لاترال بليت او سنترال بيرونيك ميزوديرم، مع شويه مايجريتنج مايتومز من الحته بتاعت الديرمومايتومز اللي احنا قلنا عليها في البارا اكسيال ميزوديرم. في الاسبوع السادس الهاند والفوت بليتس ار سيبريتد فروم ذا ابر ليمب اور لوور ليمب باي سيركولار جروف. ميزوديرمال كوندنسيشن اوف ذا فوت والهاند بليت فورم ديجيتال ريز. البونز بتاعتي بتبقى الاول ميزوديرمال كوندنسيشن، بعد كده يحصل كونفرتيكيشن واوسيفيكيشن. في الاسبوع السابع الديفرنشيشن بتاعت الليمبس او الريس ما بين الديجيتس هتتكسر بالابوبتوزيس وهتبقى سيبريتد باي نوتشز، والليمب هيبقى ديفايدد انتو 3 سيجمنتس باي 2 كونستريكشن او باي سكند كونستريكشن. وبعد كده ادي المنظر بتاعنا، ادي في الاسبوع الخامس ادي الليمب بودز بتاعتي، ادي في الاسبوع السادس ادي الهاند بليت وادي الفوت بليت. هيبقى في حته كونستريكشن هنا، هتبقى دي الهاند بليت ودي الفوت بليت ودي البروكسيمال بارت. بعد كده في الاسبوع الثامن في سكند كونستريكشن هيحصل عشان الليمبس بتاعتي تبقى ديفرنشيتد الى هاند وفور ارم وارم، او فوت وليج وساي. بقول بسرعة ولا عادي؟ صح؟ ادي هنا هوت، ادي الليمب باك بتاعتي، هيبقى هنا هوت الابيكال اكتوديرمال ريدج، هتنزل اريا صغيرة بينها هنسميها الايه ديجيتال ريز. الديجيتال ريز دي هتنديكيت السيبريشن اوف ذا ديجيت. قلنا هيحصل في عندك ابوبتوزس عشان تسيبريت الايه الديجيتس من بعضها. كان في كلمة سبحان الله في دماغي دلوقتي حالا، هنا هو في الديفلوبمنت بتاعت البونز بتاعتي في اللونج بونز بتاعتي، هنا طبعا بقى هقولها حالا برضو الميزو الفورميشن اوف ذا بون بتاعت الليمب، قلنا هيحصل طبعا ميزو ديرمال كوندنسيشن، وهذه الميزو ديرمال كوندنسيشن هتعمل لك الاول الكارتيليجنس موديل، بعد كده الكارتيليجنس موديل بتاعتك هيحصل فيها الايه؟ الاوسيفيكيشن. الديافيسيس بي برايمري سنتر والابيفيسيس هتبقى سكندري سنتر. كل اللونج بونز عندها ابر ولور ابيفيسيس، وهيبقى عندها اثنين سكندري سنتر اوف اوسيفيكيشن للابيفيسيس وبرايمري سنتر اوف اوسيفيكيشن لمين؟ ما عدا الفالنجيز. ما عدا مين؟ الفالنجيز والريجولار بون. الفالنجيز بيبقى فيها بروكسيمال بس سنتر اوف اوسيفيكيشن، خلاص بيبقى فيها بروكسيمال سكند سنتر اوف اوسيفيكيشن، ما فيهاش ايه ديستال، ما فيهاش ايه ديستال، ده الديجيت بس. الريجولار بونز بتاعت الفيرتيبرا بيبقى فيها عندها مالتيبل سكند سنتر اوف اوسيفيكيشن، لان فيها كام بروسيس كتيرة، عندك ترانسفيرس بروسيس وعندك الاثنين لاميني وبعد كده عندك السباين وعندك البودي، فطبعا كل اللخبطه دي
ما ينفعش انك انت تجيب سنتر اوسيفيكيشن وتقول له يلا عم الحاج اعمل لنا اوسيفيكيشن، ده هيبقى عامل زي الاخطبوط بقى، ها بيبقى 24 رجل ولا زي ما 44 رجل هيلاحق على مين ولا على مين، فكل حته بيبقى لها سنتر اوسيفيكيشن. في الايتس ويك الديجيت بيكم فري والليمب اندرجو ابدكشن اند روتيشن، الابر ليمب هيروتيت 90 درجه لاترالي واللور ليمب هيروتيت 90 درجه ميديالي زي ما انا قلت، بحيث ان الفليكسورز قدام والاكستنسورز ورا والسام بلاترال في الابر، الاكستنسور قدام والفليكسورز ورا والبيج تو ميديالي في اللور ليمب. في الثيرد مانس النيلز ابير، النيلز هتطلع فين في الثيرد مانس؟ At the fourth month, 4-3 بكام يا جماعة؟ 4-4 بكام؟ 16. يعني 16 أسبوع الفينجر برينت ديفلوب and the mother start to feel the baby movement اللي بتسميها ايه؟ weakening. بتسميها ايه؟ weakening. هنا طبعا دي 16 دي بتبقى في مين؟ في المالتي بارس. في المالتي ايه؟ بارس. كلمة مالتي بارس دي اللي هي ايه خبيرة الحمل؟ مالتي ها؟ بارس بريجنت. مالتي بارس الست دي اللي هي بقى خبيرة الحجم الحمل، يعني ايه في العيل الثالث والرابع والخامس في الاسبوع ال 16 وممكن قبله كمان تحس خلاص الواد بدا يتحرك، خبط برجله هنا خبط بدراعه وهنا اتحرك، ست خبيره بقى يعني عارفه العيال دي اصلا، ممكن ايه توصفه لك بصبع كبير هنا ده رجله هنا ده الواد عمل هنا. انما في النالي بارس، نالي بارس او اللي هي برايمي بنسميها برايمي، الحامل لاول مره بنسميها برايمي، البرايمي وبعدين تبقى انت حظك سيء جدا لو انت نايب نسا وجات لك واحده برايمي، ها البرايمي دي حطيتها انت قوي كلمه بالانجليزي لا بس انتوا بتقولوها عادي يعني سوء هتفشخك في السبيس، بس مش كلمه تفشخك زي بتاعت السعوديه، بتاعت السعوديه تفشخ يعني تتسرق، ها بقول لك فشختها منه ولا فشخت عليا يعني اتسرقت، لا تتشخك دي بقى باللغه بتاعت العيال بتوع مصر مش عارف ايه، يعني هتطلع 30 واحد يكلفوك لو هي برايمي. يا سلام اول ما يحصل يعني ستارت اوف ذا ليفر بين هتجيلك، يعني دي هتجيلك قبل ما تولد ب 24 ساعه ب 48 ساعه، وتبقى قاعده وامها عماله تطبطب عليها وجوزها عمال يعيط في الغرفه طلع ده لو جيت روحنا البايمه بتولي خلاص. البرايمي دي بقى بتحس التوكنينج امتى يا عم؟ موش حمار ده في الاسبوع ال 20 او الاسبوع ال 22 ما تعرفش، هي حاسه بكركبه بس ما تعرفش ان دي توكنينج، دي ما تعرفش ايه ده، ممكن يكون ماوس ممكن يكون مش عارف ايه بتاع واكله حاجه مش عارف الكلام من ده، انما تحس بقى بالضرب فعلا والواد اتكور الناحيه دي ولا اتكور الناحيه دي ده في الاسبوع ال 20 والاسبوع ال 22. هنا بقى الكونجنتال انومالس بتاعت الليمبس بتاعتنا هي الحاجات اللي انترستنج قوي والجميله جدا. اول حاجه ممكن يحصل فيه كومبليت، ممكن يحصل فيه كومبليت ابسنس اوف ذا ليمب، او يبقى في حته صغيره كده حته سكين فيها شويه تيشو صغيرين، يا اما في يبقى عندك الريجولار بونز، الريجولار بونز والليمب باس بتاعتك فيري شورت. اول حاجه اسمها اميليا، حاجه اسمها ايه؟ اميليا. هذه الاميليا اللي هي complete absence of one or more than one limbs. complete absence of one or more than limbs. دي اللي بتسميها الايه؟ اميليا. اي منظر تاني غير ال complete absence، يعني ايه يا دكتور؟ يعني لو انت عندك الليمب بتاعتك صغيره شويه واتاتشد تو ذا ترانك. لو عندك الليمب صغير والبونز الريجولار دي بتسميها ميروميليا او فوكوميليا. ميروميليا او فوكو ايه؟ ميليا. هذه الميروميليا او الفوكوميليا it is a some sort او في the type of the amelia. يعني لو انت شفته كده مقطع خالص ده amelia. اذا ايه الموضوع بقى؟ الهاند ماسكه في الترانك او الهاند في شويه شويه تيشو كبيره كده او حته عظمه معوجه، في هاند وفي فور ارم بس ما فيش ارم، ماشي الكلام؟ في بونز خلاص، في بونز
بس الريجولر دي هنسميها رجالة ميرو ميلي. طب افرض يا دكتور انا شفت التلات حتت بتوعت الابر ليمب وبتوعت اللور ليمب بس بيري شورت، اسمها ايه؟ مايكرو ميليا. دي مش مكتوبة عندكم، اسمها مايكرو ميليا. المايكرو ميليا حضرتك هتلاقي التلاتة سيجمنتس of the upper limb والتلاتة سيجمنتس of the lower limb بس بيري شورت. ياد الهاند والفور ارم والارم، وهتلاقي الفوت وهتلاقي الليج وهتلاقي الساي موجودين بس حاجات صغننه كده بس شكلهم تيب. دي هتسميها ايه؟ مايكرو ميليا. هتسميها ايه يا رجاله؟ مايكرو ميليا. هذه الاميليا حدثت سنه 1957 الى سنه 1962. دواء قلت لكم عليه المره اللي فاتت اسمه ايه؟ فاليدومايد. فاليدو ايه؟ اللي ظهر سنه 57 وقعد بقى سنه 62 اللي كان بيتتاخد كانتي ايميتك للستات الحواري كانوا بيرجعوا، وكان بيبقى سليبنج بيتس يعني بينيمهم بالليل كمان، وبعد كده كل الحوامل اللي هم اللي هم بيناموا وهم قاعدين. شايف كرشه قد ايه؟ الايتس ويك ده قصدي في الايتس مانس ده يعمل حاجه. اللهم صل على سيدنا محمد. خدوا الدواء كل الاوفيس فرينش بتاعتهم بس كلهم طلعوا عندهم الايه؟ الاميليا او سام سورت اوف ذا اميليا زي الفوكوميليا او الميرو ميليا. طب اذا يا عم الحاج هذه الديجيتال ريتش وما حصلش الابوبتوزس او حصل الابوبتوزس في حته وما حصلش في حته ثانيه، يعني الابوبتوزس ما حصلش في الحتتين ما بين السكند والثيرد فينجر وهيطلع 70 لازقين في بعض، فبنسميها سين داكتيلي. اسمها سين ايه؟ داكتيلي. سين داكتيلي. ديفيوزد وان اور مور ذان وان تو او فينجر. بنسميها يا رجاله سن داكتيلي. شايف الاكس راي بتاعتها؟ ادي البونز هنا اهوت من فوق. يا سلام شوف ما حصلش سيباريشن، فهنا ممكن تحصل في الابر ليمب وممكن تحصل فين؟ في اللور ليمب. هنا ثلاثه لازقين مع بعض ولا واحد ولا اثنين خلاص؟ طيب دولت لازقين عد شكل الاي دي الناس بتلخبط فيها جدا صح؟ شكلها طبيعي جدا وحلو خالص يعني واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته ها؟ ادي ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ادي واحد إلا الإيد دي بقى. يعني الإيد دي شايف غريبة جدا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. وصوابع طويلة بتفكرني بصوابع مدرسة الإنجليزي بتاعتنا في ثانوي، سنة. اقسم بالله مدام ليلى دي كانت بتتميز بصوابع عامله زي البكوره كده كل صباعها كده ومغطيه ضوافرها كل ضوافر طول كده وحاطه المنكين يعني انت عارف عامله زي الخفاشه كده كانت تعمل لنا بصوابعها كده اللي تخوفنا. مره عملنا فيها حته دين حركه حكيتها لك بقى في سنه ثانيه؟ لا حصل ما حكيتهاش. في سنه ثانيه احنا كنا زهقانين من ميس ليلى دي قوي مطلعه دينا والله العظيم السفر ست رحمة قوي كانت بتلمع حصتين ورا بعض. كان عندنا بقى في الفصل بتاعنا واد ابوه مدرس فرنش في المدرسه، فاحنا عندنا في مصر كان زمان على ايامنا اللغه الانجليزيه هي اللغه الاجنبيه الاولى والفرنسيه اللغه الاجنبيه الثانيه، ما كانش في اختيار تاني. بعد كده بقى عندنا الايه؟ الايطاليه وعندنا الالمانيه، بس الالمانيه اكثر. المهم فالواد مروان ده بتاع اللي ابوه مدرس الفرنش قرفان قوي من بتاع الانجليش من ليلى، فجاب مره علبه نشوء صغيره كده، بس النشوء عندنا غير النشوء عندكم خلاص. في نشوء عندكم كده حاجه زي المخدرات انا سمعت كده ها مش كده؟ لا النشوء عندنا بقى في حاجه كده يعني عامله زي البخور عامله زي العود المطحون من عند العطار. دي بقى ايه يعني؟ فيها evaporating gases
بس ريحتها حلوه جدا، بس تعمل لك الريكيشن للنيزن بيكوز، خليك تعمل سنيزنج وتقطف تك 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 وتنزل كل لو عندك برد ولا حاجه خلاص. فدي كانت بتبقى للناس الكبار في السن كمان. يعني هنا شايف الحته دي في 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 الـ في الابر ليمب هتاخدوها تفتح كده، اسمها صندوق الشم، اسمه اناتوميكال سناف بوكس، اسمه اناتوميكال ايه سناف بوكس. كنا بنجيب حته شويه النشوء ويحطوهم كده ويشم ايام المحترمين، بعد كده بقى الدنيا تدهورت بقى، تحط فيها البودره اللي بتقول اه تحط فيها الايه بدل ما تحط النشوء، انما احنا كنا لسه عيال صغيره يعني عيال في سنه. المهم الواد مروان جاب النشوء وقام قال بصوا اقسم بالله العظيم اللي ما هياخده اول ما تدخل ميس لاير وطف في في في, في مناخيره هرزعه علقه بره في الشارع وهخلي ابوه يسقطه. واد مجرم اه واد مجرم كان بيلعب كده كمان اجسام بودي كان تخين زي الواد. المهم دخل وقام موزع عليه كلنا النشوء، واول ما دخل الميس لاير سلام حط في مناخيرك وشمنا كلنا دقيقتين ولسه جايه الست يا عيني بقى بضوافرها الطويله وصباحها تكتب اسم الدرس. شوف بقى فصل 40 طالب كله عمال يعمل تصويبات برضه ما في كابر اسود. الولايه جننت. الفصل بتاعنا كان في الدور الثاني والشباك على الحوش بتاعه الايه المدرسه. كان في مدرس الالعاب الرياضيه عندنا كان اسمه استاذ محسن. استاذ محسن ده كان ايه شايف اشرف اشرف سكران، محسن كان قد اشرف سكران كده، كنا مسميينه الامن المركزي بتاع المدرسه. الراجل مننا ينزل ما بين الحصص يروح في اي حته. محسن ده واقف في الحوش وماسك خرزانه، شومه مش خرزانه، حاجه كده يعني اربع اضعاف بتاعه الترايبود ده في السكنس ونفس الطول. الراجل بقى منكم ما اصل مدارس الثانوي دي هي سن ابن كلب عندنا عيال فجر. فالمهم كان عيب ميس ليلى دي طلعت من الشباك يا استاذ محسن يا استاذ محسن الحامي تعالى شوف الكلاب دول عاملين ايه. قام طالع لقى الموضوع شغال تك 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 كده هو قال طبعا اسمك ميس ليلى. قال خد فضل يلا كلم عدوش ونزل وقفنا خروف وكل واحد مش عارف فاكر كم خرزانة ولا كم شو. كان في عيال جبال مين اللي عمل محدش راضي يتكلم رجالة بقى ها يعني انا اضرب وما اضرب وما اعترفش الا واحد بس عايز في في, في خوازيق في كل دول ثانوي يا ابن العبيط ما انت ازاي كده بتعمل مش احنا كنا بنقول ايه اللي جاب ايوه الصوابع بتاعت الست الغريبه دي هي السبب لو كانت صوابعها صغيره ما كناش قلنا. طيب شايف ده؟ طب في حاجه هنا بقى يعني انا عايز يعني الناس تبقى منتبهه كده وصاحيه يا دكتور هنا في صوابع كتيره طب هل مش ممكن يبقى فيه صوابع ناقصه؟ لا صوابع ناقصه خالص يعني في اربعه بس او في ثلاثه خلاص في اربعه او في ايه ثلاثه دي بنسميها اكترو داكتيلي ديفيشنت اوف وان اور مور ذان فينجر اور توز اسمها اكترو داكتيلي اند ات از كومنلي في الثامب خلاص. يعني انا عندي هنا بيت بولي داكتيلي المفروض لوجيكالي كده ها يعني طالما في عندك بولي يبقى في عندك ايه ديفيشنت هايبو مش كده فهايبو هايبو فينجرز او هايبو توز هنسميها اكترو ايه داكتيلي. هنا بقى في الديجيت بتاعتك صغيره دي بتسميها مايكرو داكتيلي شورت ديجيت مايكرو داكتيلي. شايف هنا صوابع نونه وجميله كده مقلوضه قوي مايكرو داكتيلي دي بنسميها الكلاب فود كلاب ايه فود بنسميها كونجينيتال تلبس اكوينو فيروس تاني لانك انت هتاخدها في اللور ليمب اكواير تلبس اكوينو فيروس. في عندي نيرف هنا اسمه الكومن بيرونيال نيرف هذا الكومن بيرونيال نيرف بيسبلاي اللاترال جروب اللي بتعمل الايفرتور
وبتسبلاي الانتيريو جروب اللي بتعمل دورسيفليكشن. فلو النيرف ده اتقطع ايه اللي هيحصل؟ اللاترال بتعمل ايفيرشن، يبقى الفوت هتبقى ايه؟ انفيرتد. خلاص؟ والنيرف ده بيعمل دورسيفليكشن، يبقى الفوت هتبقى ايه؟ بلانتر فليكسد. يعني الفوت بتبقى بلانتر فليكسد وبتبقى انفيرتد وبتبقى ادكتد. بلانتر فليكشن، انفيرشن اند ادكشن. عارفين العصايه بتاعت الجولف؟ خلاص زيها بالظبط. فدي بتسميها اخوانا الكلاب فوت او الكونجنتال تلبس اكوينو فارس. الفوت بتاعتك بتبقى ابدكتد انفيرتد اند بلانتري فليكسد. طبعا للاسف الشديد في ناس كتيره طالعه عندها كونجنتال تلبس اكوينو فارس ولم تعالج وماشيه لغايه دلوقتي وعندها كده. بس دلوقتي الحمد لله رب العالمين طبعا احنا في تقدم كبير جدا في العلم، فدي بتتعالج بسهوله جدا. دي تتعالج ازاي يا اولاد؟ يعني انت عندك رجل مقلوبه كده وعامله كده، ممكن تعالجها ازاي؟ عايز افكار، عايز فكره. يعني انت لو عندك المشكله دي في اي حته في البيت وعايز تعدل الرجل دي، تعدلها ازاي؟ تحاول تعدل نرف ما يتعدلش. هو ده كونجينيتال يا مش عارف، ده كونجينيتال يعني ما فيش نرف يمشي. ها؟ اول ما تشيل الكاست الرجل هترجع تاني. تقطع النرف وتعكسه، انت النهارده ما تحضرش والاسبوع الجاي ما تشوفكش. خلاص الاسبوع الجاي مش فاكش خالص. والله العظيم ما هشوف عشان مفيش محاضرات. نفكر يا اخوانا، نفكر شويه يا بني ادمين. ها؟ تقص العظم. بصوا يا شباب دلوقتي، بص يعني خليكم عيال كده، ارجوكم مخ يا ربي، ارجوكم مخ. بس يا حمار افرض انك انت عندك التندون بتاعت المصل بالطول ده، انا عايز التندون ده يطول كمان 5 سم او 3 سم. يا سيدي التندون ده نفسه يطول 3 سم هيتقطع. ما التندون ما بيتشدش، التندون ما بيتشدش. لا هات له امير من عند بن داوود. بص يا شباب احنا بنعمل ايه؟ مش احنا يعني بتوع العظم علمونا نعمل ايه؟ التندون ده تيجي تقوم قطعه من الجنب يعني كده، ماشي؟ هو التندون طويل، انت تيجي تاخد سليب صغيره كده وتقوم قاطع كده، شايف القطعه دي؟ خلاص؟ وبعدين تقوم جاي كده قاطعها كده، قاطعها كده، صح؟ وتقوم جايب الاند اللي انت قطعتها بالاند اللي انت ايه عملتها من فوق كده. يعني هو اصلا قصير، هو قصير، مش دولت ايفيرتد قصير، تندون ايفيرتد هنا قصيره. تقوم قطع التندون نصين، يعني تعمل حرف زد، اسمه زد انسيجن على فكره، اسمه زد. زد انت عندك هتكتفي براحه التجميل، عندك اي حاجه عايز تطولها تعمل حاجه اسمها زد انسيجن. الزيت انسيجن ده تقطعه وبعد كده تعمل له سوتشر بترانسفيرس انسيجن او ترانسفيرس ايه هي. فالمهم دي الحمد لله بقت بتعالج حلوه قوي والعمليه بتنجح جدا. بس المشكله ان البيت بتاعنا بيقعد في الكاست حوالي من 6 شهور ل 12 شهر. مش مشكله يقعد من 6 ل 12 ولا يقعد طول عمره كده ويشرب على الحرم عشان يمشي رجله عامله كده. خلاص؟ فدي اسمها الكلاب فوت. بعد كده في حاجه اسمها الكليفت هاند او الكليفت فوت، وبنسميها اللوبستر كلو هاند. خلاص دي فورمي، ده طبعا كونجنتال انهيرتد ديزيز. في سيجمنت بتبقى ضايعه خالص، غالبا السيجمنت الثالثه اللي في النص دي بتبقى كومبليتلي ابسنت، وبعدين الاندكس والصام فيوزد مع بعضهم، والليتل والرينج فينجر بيبقوا فيوزد مع بعضهم، والاثنين بيبقوا opposing each other. two segments opposing each other. يعني اللي في النص ده absent خالص،
بعد كده الاثنين دول يتزاووا، الاثنين يتزاووا بعدين يبصوا الايه لبعضهم، شكل الايه المخالف بتاعت الكابوريا او بتاعت اللوبستر دي بتسميها لوبستر كلو هاند او لوبستر كلو فود. ما شاء الله عيله كده جميله كلها عندها لوبستر كلو هاند. ماشي. العيله دي طبعا لو هي من الناس الزمان بتوع الانجليز ايام اللوردات والقصور والشمع والضلمه وانت معزوم على العشاء عندهم ولا على شاي وكده، وبعدين العيله دي كلها جاكب وموف يعني ملعون ابو ده الشاي ولا العشاء ده انت قطع خرف خالص يعني. طبعا هنا في حاله من الحالات الحلوه جدا بابس بان اكوندروبليزيا اللي انا قلتها في الكونجنتال اكوندروبليزيا وسابونس اول امبارح في المحاضره اللي فاتت، الاكوندروبليزيا اللي هي بتبقى بريماتشور كلوجر اوف ذا ايبيفيزيا البليت. الايبيفيزيا البليت بيقفل بسرعه جدا، الترنك ما بيتاثرش، الليمب هي اللي بتتاثر زائد الهيد بتاعتي ما بتتاثرش، وقلت لكم الهيد ما بتتاثرش عشان ان دي فلات ايه بونز. بعد كده في حاجه اسمها الامنيوتيك باند، وفي حاجه اسمها الكونجنتال ديسلوكيشن اوف ذا هيب جوينت. ايه الامنيوتيك باند دي؟ البيبي بتاعنا بيبقى محوط بامنيوتيك كافيتي، ممكن حته من الامنيوتيك ميمبرين تبقى ديتاتش جوه الامنيوتيك كافيتي. حته كده من ما الدكتور مصطفى بتاعنا هو داخل محدش يبص له. الامنيوتيك ميمبرين بتاعنا ممكن حته صغيره تبقى ديتاتش من الامنيوتيك ميمبرين، حتي سويم انسايد الامنيوتيك كافيتي، هتروح تلزق على اي حته من الليم كانك انت مسكت يعني جبت فتله او جبت خيط كده اهو ولفيت حوالين الحته تتنها لغايه ما تقطعها، فدي شايفه بتعمل لك ايه؟ بتعمل لك حاجه اسمها امبيوتيشن. امبيوتيشن ايه؟ امنيوتيك امبيوتيشن من امنيوتيك باند. بعد كده بيبقى في عندك الكونجنتال ديسلوكيشن اوف ذا هيب ديو تو ذا اندر ديفلوبد اوف ذا اسيتابيوم والهيد اوف ذا فيمر. الاندر ديفلوبمنت ده بيحصل برينيتالي والديسلوكيشن بيحصل بعد ما البيبي ايه بيتولد. حته صغيره خالص كده هو هقولها، عارفين في حاجه اسمها بريتش برزنتيشن. خلاص بريتش برزنتيشن اللي هي العيال بتنزل بالباك بتاعها بتتولد بالجلوتيال ريشو مش بتتولد بالهيد. يعني احنا يا اما ننزل براسنا 80% يا اما ننزل بالباتو 20% بينزلوا برجلهم. ماشي الكلام؟ لقوا ان معظم اللي بيبقوا عندهم congenital dislocation of the hip دول breach presentation. فقال لك ان breach presentation ممكن يلعب دور في congenital dislocation of the hip او ال undevelopment of the head of the femur والاسيتابيوم.